حال غلاء الأسعار وضيق الحال يعطينا الحق لسرقة المال العام؟ إذا الدنيا ستخرب لا يعطيك الحق لذلك، لا يعطيك غلاء الأسعار الحق في أن تسرق المال العام. قد غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرفع المسعر، إن يخشى أن يأتيني الناس يطالبونني يوم القيامة بحقوقهم ولكني أدعو.